موجز الأنباء نقدمه لكم من قناة زوم سات بطنجة، أهلا بكم. أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة اليوم أن أسعار الغازوال ستعرف انخفاضا ب 19 سنتيما، فيما ستعرف أسعار البنزين زيادة ب 12 سنتيما في اللتر، وذلك ابتداء من يوم غد الخميس 16 يوليوز. تمكنت مصالح الدرك الملكي يوم أمس الثلاثاء من حجز شاحنة من الصنف الكبير محملة بأطنان من الرمال التي يتم نهبها بشكل يومي من شاطئ سيدي عبد السلام. وقد سبق للعديد من الفعاليات المهتمة بالشأن البيئي أن دقت ناقوس الخطر حول نفس الموضوع وما يصاحبه من تدمير خطير للبيئة. منذ 10 شتنبر 2014 إلى حدود الساعة تم تسجيل تسلل 1030 مهاجرا غير شرعي إلى مدينة سبتة المحتلة، أغلبيتهم من إفريقيا جنوب الصحراء، بحوالي 938 مهاجرا. نصحت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها باختيار المغرب كوجهة سياحية ضمن وجهات سياحية أخرى أكثر أمنا في منطقة المتوسط. وجاء في تقرير للخارجية البريطانية أن الغالبية العظمى من 500,000 بريطاني الذين يزورون المغرب يغادرون بدون أي متاعب أو مشاكل، داعية إياهم إلى احترام القانون والتقاليد المحلية. أصدرت الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء لدى المجلس العلمي الأعلى هذا الأسبوع فتوى تجيز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقدا، باعتبار القيمة المادية ستكون أنفع بالنسبة للمحتاجين إليها من إخراجها بالقمح والشعير. ويبدأ وقت إخراج زكاة الفطر كما هو معلوم ما بين 27 رمضان إلى ما قبل صلاة العيد. رياضيا، أسفرت قرعة البطولة الاحترافية ليوم الثلاثاء 4 يوليوز عن أن الدربي الشمال أو كلاسيكو الشمال سيكون في الجولة الثالثة من البطولة ما بين 2 و4 أكتوبر من سنة 2015 بين اتحاد طنجة والمغرب التطواني. رسالة جد مؤثرة تلك التي وجهها الفنان عبد الجبار الوزير من فراش المرض إلى جمهوره متمنيا لهم عيدا مباركا، ونحن بدورنا نتمنى له شفاء العاجل. السلام عليكم ورحمة الله. أنا عبد الجبار الوزير، هذا هدر مع الجمهور ديالي العزيز مبارك العواشر، الله يجعل كل شيء العيد مبارك سعيد. وراني أنا ما نسيتكمش، راه انتوما في القلب وفي الدماغ وفي الروح، وبكم باش تنعيش بكم تنضجر، راني ما نسيتكمش. والسلام عليكم ورحمة الله. انتهى الموجز، في أمان الله.